ألو سمعاني؟ ألو، أي ماما، سمعاكي. كيف حالك يا حبيبي؟ طمنينا عنكم. نعم، الحمد لله. والله يا ماما، الله بيعلم فينا. يعني الوضع صعب جدا جدا، الدمار إبادة، يعني إبادة، ما في راحة بالمرة. الله بيعلم فينا. يعني الوضع صعب جدا جدا. أحياء بس أموات، ما بنعتبرها أحياء. دمروا كل إشي، يعني تدمير لكل إشي. لا في كهرباء، ولا في بيئة مية، ولا في ناس متواصلة مع حدا. أهلي قاعدين هلأ بنصيرات. نحن أصلاً أهل الشمال، بعد ما وصل لأهلي تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لازم يخلوا المنطقة الشمالية لأنه رح يقصفوها. طبعاً أغلب الناس طلعت لأنه بدها تحمي حالها. ولا عمرنا شفنا هذا القصف اللي بينزل علينا، براميل، بارود، الروائح، إشي مش طبيعي. دمروا كل إشي، ما حدا بيسأل عنا ولا حدا بيحبنا. وكل هاللي بيصير فينا واحنا تحت الموت مش اللحظة. حنا زي المشلولين، جمعونا شردنا من القفص، جينا القفص أعنف وأعنف وأعنف كل مرة. حكيت مع ماما أول ما صحيت من الصبح، فقالت لي إنه بنت عمي وولادها استشهدوا، وزوجة ابن عمي وولاده كلهم استشهدوا برضو. هو نجي بالصدفة والباقي كله ما عاد موجود. شردنا من مكان لمكان، وين بقى يعني معرضة للقصف وللموت. يعني احنا احياء بس اموات، ما بنعتبرها احنا احياء. كل شيء واقع، التواصل كتير صعب. بكون اصلا ايدي على قلبي، بخاف انه الاتصال يزبط، يعني اسمع صوت تاني. بخاف من كل شيء، بخاف وقت يردوا لانه ما بعرف شو حاملين اخبار معاهم، وبخاف كمان بنفس الوقت انه لما ما يردوا لانه ما بعرف شو السيناريوهات اللي براسي بتيجي، شو ممكن يكون صار لهم. كل شيء بخوف. عايشين هلا 18 فرد في ست غرفه، بدون كهرباء، بدون شيء، والاطفال طول الليل بيتنكوزوا، عايش الخوف والرعب والدمار. اباده، يعني اباده، ما في راحه بالمره. العالم بالنسبه لإلي هو غزه، وعيوني بس على غزة، لأنه للأسف الباقي كله بيتفرج، ما حدا محرك ساكن، ما حدا بيعمل شيء.